لم يستغرب الوزير السابق وئام وهاب ما أدلى به الموقوف لدى فرع المعلومات محمود أبو علفي من اعترافات عن التحضير لعملية اغتياله، وإذ أشار إلى أن ليس لديه أعداء يصل بهم الأمر إلى حد الاستهداف، رأى أننا نتعامل اليوم مع مجموعات تقتل بسبب الموقف السياسي. يعني أنا وصلني جزء من هذه التحقيقات اللي تمت هي ما يتعلق فيه، بس خلفية اتخاذ هذا القرار عندهم فعلا أنا من الناس اللي سألت عنها يعني، بس بعد ما عرفت لاي. ما حصل يؤكد ضرورة دعم الأجهزة الأمنية كافة دون تمييز، يقول وهاب. نحن الخيار هي الأجهزة الدولة والأجهزة الأمنية، بس هو أسهل شيء بالعالم بس يأخذ واحد قرار بالقتل. المشكلة إنه ما حدا منا أخذ قرار بهذه الأمور، ولكن هذا لا يعني بأنه هني فيهم يستهدفوا الناس يمين وشمال. وهاب اعتبر أن الأمن الوقائي هو الرد الوحيد على هذه الاعترافات. لحد هلق فيش حصانة لأنه الدولة ضايعة، في بعض الأجهزة الأمنية عم تشتغل وفي بعض الأجهزة الأمنية عم تشتغل بزنس. الأمن الوقائي هو الأهم قبل وقوع الجريمة، لأن بعد وقوع الجريمة البكي ما بينفع شيء. وهاب ختم أن البلد اليوم أصبح موبوءا وبتنا بحاجة لحصانة سياسية.